رابعا أو خامسا ما بعرف وين صرت، كذلك يجب أن نذكر بالخير الشعب البحريني الذي يواصل حراكه السلمي ويتحمل كل هذه التبعات وكل هذه الأعباء وكل هذه التضحيات، على أمل أيضا أن يصل هذا الشعب إلى تحقيق أهدافه، وعلى أمل أيضا أن تساعد التطورات الإقليمية والدولية الحاصلة والتي يمكن أن تتقدم في بعض الأماكن في مساعدة هذا الشعب على تحقيق أمانيه وأهدافه. نحن ما نتطلع إليه كجهة، كجزء من شعوب هذه المنطقة، كجزء من هذه الأمة، كجزء من هذا الجسد الذي يشعر بالألم عندما يتألم بقيته، الذي يفرح لفرح الآخرين ويألم لألم الآخرين، أن تتمكن شعوبنا، الشعب اللبناني، الشعب السوري، الشعب العراقي، الشعب البحريني، الشعب اليمني، كل شعوب المنطقة، لما بدي أعد كل الشعوب، وإن كان أنا في بعض مناطق عم حاول ما أقرب عليها بالنقاش السياسي أو بالحديث السياسي أيضا نتيجة بعض الحساسيات الموجودة، لكن بالحد الأدنى الأقربون جغرافيا ومناطقيا يمكن يكونوا أولى بالذكر. نحن ما نتطلع إليه هو أن تتمكن هذه الشعوب إن شاء الله من تخطي مآسيها وآلامها، وأن تحول من خلال قياداتها والوعي التاريخي وتحمل المسؤوليات والتضحيات والصبر والصمود، أن تحول التهديدات إلى فرص. الآن المنطقة أمام تهديد كبير، يمكن تحويل هذا التهديد إلى فرصة كبيرة، ولكن الأمر يتوقف على الإرادة والوعي وتحمل المسؤولية، ولله رجال إذا أرادوا أراد. سلام.